المباراة في هذا العام والعام اللي قبله واللي قبله كمان. فريق يريد يعني أن يكافئ جماهيره تواجدها في مباريات عديدة. جول 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 للتاريخ 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 تاريخي يا أمين يا محاجنة. ابن أم الفحم يسجل السمو أغلى الأهداف في تاريخ الفريق الذي أسس قبل 41 عام من حارس المرمى ثم المدافعين، ويصعد براسه ويسجل أول نهائي وأول هدف وأول مرة يهز فيها الشموع شباك الخصوم في مباراة نهائية. هو أبو حبيب العرضيات الجميلة المركزة هاي، لا مش منهم، هاي مش منهم بالمرة. والقطاوي جول 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 القاتل القاتل عن طريق الصغير الأمير عن طريق الأمير قطاوي. هدف يعني قبلة الحياة، هدف يعني العودة من جديد، هدف يعني إحياء المخيم. يا الله على اللعبة الماضية، يا عيني لما تلبس يا أميرو. رايحة وهي تسكرت، رايحة وهي بتضرب موال، رايحة وهي تشمل. يا لعيب يا لعيب يا لعيب. واحد واحد واحد. صمد أبو سنيني، ومتذكرين شو قلت لكم أول مباراة؟ قلت لكم هذا الحارس 15 ركلة ترجيحية في السنتين الأخيرتين، شال سبعة، شال سبعة منهم. هلا أول ركلة ليوسف السموعي أبو سنيني، أبو سنيني ولسه بقول، أبو سنيني ولسه بقول يتصدى للركلة الأولى. بلاطة تضيع عن طريق اللاعب يوسف السموعي على يسار عبد الصمد أبو سنيني. والله عليك يا ولد، والله قفازك من ذهب. عبد الصمد أبو سنيني ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله صراحة على هذا الأداء وعلى هذه القيادة الفعلية لفريق بلاطة. من الخلف دائما يتصدى للركلة الأولى. 1-0 بنفس نتيجة المباراة قبل أن تعدل، أو قبل، عفوا يعني لسه صفر، مش 1-0، وين الواحد؟ 1-0 للسموع يعني بالمعنى اللي هو التصديات، لكن لسه الشباك لم تتكلم. احمد كشكش وسعد ابو سليم، احمد كشكش، هي 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 هي. هذا الصراع سيكون صراع حراس المرمى. وبرضه في نصف او يعني في الدقائق الاخيره من المباراه كنا نتكلم عن اللي هو ابو سنيني وسعد ابو سليم قادوا فرقهم للوصول للمباراه النهائيه بعلامات اللي هي الترجيح، والان بنفس الطريقه برضه تسديده كشكش لعبها وشالها ابو سليم، وقبلها سدد اللاعب يوسف السموع وتصدى الحارس عبد الصمد ابو سنيني. حراس متخصصين في التصدي لركلات الترجيح او ركلات الجزاء، لذا 1-1 في النتيجه الاجماليه و0-0 حتى الان في الركلات الترجيحيه. البديل الثاني لبلاطه، يعني الاول كان بديل وحاليا برضه بديل اللي هو جهاد عبد العال، لكن مش بديل ما سخن في المباراة، هو سخن تماما لأنه دخل يمكن في الدقيقة رقم 20، فبيقول إنه يعني عادي جدا لاعب يدخل بديل ويسدد بعد مرور كل هذه الدقائق، فعنده الكرة حاليا. ولكن هي ملاحظة، يوسف كان بديل وهلا جهاد بديل، عنده ركلة ترجيحية ثانية لبلاطة. هل يسجل أم يتصدى؟ يتصدى عبد الصمد أبو سنيني. برافو لعبد الصمد ابو سنيني الذي يتصدى للركلة الثانية ايضا، يتصدى للركلة الثانية ايضا، ولكن باينه يا كابتن، باينه كانت. يعني حلو انه اللاعب والله يختار القوة على حساب التركيز، ولكن مش معنى القوة انه اضربها وبس، لانه راح تقريبا في منتصف المرمى شوي على اليمين كانت. ولكن يا الله يا عبد الصمد ابو سنيني قراءة مميزة للعبات، يتصدى للعبة الثانية، وستكون مش سهلة بالمرة. حراس كبار يفشلوا في مثل هذه الاختبارات. الآن أمين محاجنة، أمين، لا 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 لا، مجنون المباراة،
برضه سيد ابو سليم، سيد ابو سليم يتصدى وراح للاعبين بكلهم يا جماعه من شان الله. واحد يسدد في المرمى، صفر صفر بعد ركلتين هنا وركلتين هناك، وادوار حراس المرمى. وسبحان الله كرة القدم التي تكافئ المجتهدين عموما، تكافئ أبو سليم وأبو سنيني حتى الآن، لأنه في المباراة بالعموم لم يختبروا اختبارات حقيقية كثيرة، والأهداف سجلت مع محاولاتهم لمنعها. الآن في الركلات الترجيحية لما وضع أبو سليم ولما وضع أبو سنيني في الاختبار أظهروا براعة كبيرة وتفوقوا على المهاجمين. أحمد حويطي دائما هادي، من هم اللاعبين اللي عندهم هدوء كبير. أحمد حويطي جول، يسجل الأولى أخيرا ويتفوق على العملاق عبد الصمد أبو سنيني. أخيرا يسجل أو تسجل الأهداف من علامة الجزاء في المباراة. اللاعب أحمد حويطي يتصدى، شوف اللعبة، وسائد ما كانش حاب يتفرج على اللعبة الأخيرة مثل ما شفتها في الإعادة، لأنه بديش احكي شيء لان يعني بلاش نصير احنا اللي بنتذكر فيه العلامه المعروفه والشيء اللي عارفينه تماما والمعضله اللي بيعاني منها بلاطه دائما. فخلينا مع المباراه 1-0 لبلاطه حاليا. الان حسين جوهر برضه من اللاعبين المميزين، حسين جوهر هو وسائد يسجل يا ولد، يسجل وذهب معها سائد ابو سليم، ذهب معها سائد ابو سليم حارس مرمى بلاطه ثقافي طول كرم ايضا وشباب الخليل في وقت سابق، ولا معري حتى اللي هو سيد ابو سليم، لكن بيته منزل الاول دائما مركز شباب بلاطه. شوف اللعبه الاخيره، نعم قويه ومركزه حتى لو راح مع سيد ابو سليم لم يتصدى لها، وبالتالي 1-1 1-1 وضغط كبير على اللاعب امير قطاوي اللاعب الشاب، ضغط كبير لا شك على لاعب شاب، لكن سجل الكره خلاص بياخذ يعني فيزا من هون لاربع خمس سنين كلاعب اساسي في تشكيله بلاطه و مسدد رئيسي للكرات، لان انت عارف يعني لاعب بهذا العمر في مباراة صعبة كهذه يسجل هدف في الدقيقة اللي هي ال 45 وتقدم التنفيذ برضه ركلة ترجيحية وقبله اثنين من زملائه ضاعوا الكرات، فتسجيله لهذا الكرة لا شك بيعطيه دافع كبير للأمام. أمير قطاوي وعبد الصمد أبو سنيني، أمير قطاوي وعبد الصمد أبو سنيني، حبيتك يا ولد، حبيتك يا ولد، مش معقول 19 عام وبهذه الثقة الكبيرة. اللاعب امير قطاوي يسجل، يسجل التعادل في الدقيقة الأخيرة ثم يذهب لركلة ترجيحية ويلعبها بهذه الصورة. برافو برافو برافو، 2-1 حاليا، 2-1 حاليا، وإن تصدى سيد أبو سليم سيكون لدى بلاطة فرصتين للتسجيل والانتصار في المباراة بالعموم، للتسجيل والانتصار بالمباراة بالعموم. 2-1 وأمير قطاوي واحد من نجوم المباراة. الآن ركلة جديدة لفريق السمو، هم سددوا مرتين على اليمين ومرة على الشمال، هلا بنشوف على اليسار واليمين، على اليسار لا يمين يا ولد، رضوان أبو كرش صانع هدف السمو الوحيد في المباراة، يسجل ببراعة كبيرة، والمهاجمين حاليا يتفوقوا على حراس المرمى، المهاجمين يتفوقوا على حراس المرمى، وكأننا نشاهد يعني متذكرين الفيلم اللي هو من الحياة الاجتماعية الحصن اللي هو أحد المسلسلات يمكن كانت الصينية، مهاجمين مدافعين، وهي آخر ركلة، هاي آخر ركلة، وبالتالي المدافعين اثنين والمهاجمين اثنين، اللي هم اليوم بالركلات يعتبروا وكأنهم مهاجمين بغض النظر عن مركز اللاعب. لكن نبقى الآن مع أبو حبيب، أبو حبيب وعبد الصمد أبو سنيني، أبو حبيب يسجل بيبو، يسجل لبلاطة الركلة الأخيرة، والآن حسب الله، الآن اللاعب البديل، الآن اللاعب البديل من جانب نادي شباب السمو، اللاعب مصطفى حسب الله لساته داخل، لعب يمكن 3 إلى 4 دقائق وبيلعب بقدمه اليسار، عارفين وفاهمين كلامنا اعتقد لانه هلا بنشوف لاعب يساري وداخل في اخر الدقائق عماله بيتقدم لتنفيذ ركله ترجيحيه حاسمه ومصيريه في تاريخ السمو بالعموم. اللاعب مصطفى حسب الله امام سيد ابو سليم، هل تكون تاريخيه لبلاطه ويتصدى ابو سليم؟ ابو سليم خلاص 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 خلاص
دفاترك القديمة كلها واكتب لبلاط مجدا بعدها. أخيرا قالها، أي نعم أخيرا قالها سعد أبو سليم. وبلاطة بلاطة 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 بعد الصيام الكبير وبعد العجز المرير عن التتويج بالبطولات، يفك النحس بلاطة بعد 7665 يوم، بعد 960 ألف ساعة، بعد حوالي 11 مليون دقيقة. بلاطة تصعد من جديد لمنصات التتويج. 21 عام، 21 عام صعبة، 21 عام من الانكسارات، 21 عام من الخسارات، 21 عام من الوصافة. بلاطة تعود من جديد وتحرز أول لقب رسمي منذ العام 1996، وهذه اللي حكيت عنها لاعب بديل وقدم يسار، يعني سائد، حافظه تماما، عارفه تماما. وسائد هذه المرة تفوق على عبد الصمد أبو سنيني، ولكن بالعموم 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 حراس كبار، متعة كبيرة وإثارة عظيمة في هذه المباراة بين ليث الجنوب وجدعان نادي بلاطة. والآن اللحظات التاريخية للفريق الأحمر ولحظات التتويج بلقب بطولة القالي دائما الشهيد أبو عمار. هذه كانت الصورة الختامية لتصدي سيد أبو سليم للعبة اللاعب مصطفى حسب الله، ولكن خلاص يعني مع نهاية هذه المباراة لا شك أنه مبروك لبلاطة وهارد لك للشباب السمو، ويعطيك العافية للاعبي الفريقين. الفريقين قدموا مباراة جميلة، مباراة كبيرة. في بعض اللحظات شاهدنا يعني مباراة بأعلى مستوى، بعضها كان مستوى متوسط، أحيانا أقل من ذلك، ولكن بالعموم بالسيناريو بالتفاصيل بالهدف الأول، بالتعادل الذي جاء مع الدقيقة الأخيرة، بالركلات التي استعصت على المهاجمين في أول أربع مرات، اثنين هنا اثنين هناك، ثم التصدي الأخير للحارس الأمين سعد أبو سليم. بلاطة إذن تتوج بالبطولة، بلاطة تنجح أخيرا في فك نحس دام 21 عام عن آخر بطولة توج فيها الفريق، وكانت تتعلق ببطولة كأس فلسطين في عام 1996 من اللي هو القرن الماضي. بلاطة أخيرا توائم وتضع توأما إذا لبطولتها العظيمة اللي هي بطولة كأس فلسطين التي كانت كما قلت قبل 21 عاما من الآن. وفريق فريق كبير، فريق قدم لا شك لاعبين أيضا كثر للكرة الفلسطينية، أعتقد كان يستحق أيضا أن يعني ينجب فريق كهذا وينجب جيل كهذا، يعيد لبلاطة عزة ومجد وأمجاد وبطولاتها 1996 كما قلت، رباعية أمام البيرة تحديدا، واليوم من ملعب البيرة تحديدا يتوج نادي بلاطة بثاني بطولات الرسمية. نعم رفاق أبو حبيب وأبو سليم ودهم الرويسي، أبناء المسيمي وأبناء أيضا عدد كبير من الأسماء التاريخية التي جاءت وذهبت وبقيت أيضا مع نادي مركز الشباب بلاطة، هم من أحرزوا اللقب اليوم. إبراهيم المسيمي، غسان السروجي، وعبد الله برهم وخليفة الخطيب، هي أسماء سيحفظها طويلا أبناء مخيم بلاطة، لأنهم أحرزوا لقب كأس فلسطين عام 1996 برباعية نظيفة أمام البيرة. واليوم لا شك أمير قطاوي وسعد مسلم على الأقل إلى جانب بقية الأسماء ستكون أسماء بارزة في تاريخ هذا النادي العظيم الذي أسس عام 1954 واجترح الكثير من لحظات الأمل من بين زخات الألم التي كانت تتراكم على مخيمنا الحبيب اللي هو مخيم بلاطة. نعم من ثنايا الألم يجترح أبناء بلاطة آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم، وهذه الأشياء الجميلة التي يقدمها مخيمنا الحبيب. بلاطة تتوج، تتوج مستحقة أعتقد، ليس هذا الموسم فقط وإنما لجهود كبيرة في سنوات كثيرة للفريق الأحمر. الجدعان عادوا 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 عادوا، وكما قلت خلاص منطق الآن دفاترك القديمة كلها يا بلاطة، كل دفاتر وكل ذكريات وكل الأوراق وكل كمان الكلمات، من حسين مش من حسين، صعب علينا مش صعب علينا، ما في شيء مصاب ما دام
الحلم لساته مستمر، لذا بلاط عاشت احلام واقعا اليوم توجد بلقب البطولة. عند دقائق قليلة تفصلنا عن صعود بلاطة في منصات التتويج. ندعو سيادة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والدكتور دنغام درعين رئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل، وسيادة اللواء نضال أبو دخان ورئيس نادي مركز بلاطة السيد نمر شرايعة ورئيس نادي شباب السموعة السيد هادي الحوامدة لمنصة التتويج. إذن الآن تصعد الشخصيات الرسمية والاعتبارية لمنصة التتويج من أجل تكريم الفريقين بلقب البطولة. الفريق الأحمر طبعا نادي بلاطة بالمركز الأول، وفريق السموع بالترتيب الثاني. واليوم إذن يوم خاص لا شك للفريقين بالعموم، ومع أن السموع لم يتوج باللقب ولكنه توج بالمركز الثاني، وهذا ترتيب جيد وإنجاز كبير لفريق فقط تواجد في دور المحترفين منذ ثلاث مواسم من الآن. لذا على جمهور السموع ألا يعتب على هذا الفريق، لديكم فريق كبير وفريق جميل وفريق مقاتل وفريق يعطي أيضا مدينة السموع كل الأشياء المطلوبة من فدائية على أرضية الميدان، من انتصارات كثيرة، متواجد بين الكبار دائما. لذا عليكم أن تكونوا كما قلت فخورين دائما بأبنائكم وأبطالكم ولاعبيكم، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة لا شك يوم من الأيام تعطيك كل أسرارها، وقد يعني تخفي عنك أسرارها لواحد وعشرين عام متتالي كما فعلت مع نادي مركز شباب بلاطة. ولكن الجميل انه نادي شباب السموع رغم ان الفريق يعني تواجد منذ مدة قليلة بين الكبار، الا انه استطاع ان يعني يضع قدما قوية وثابتة كأحد المتنافسين دائما على ألقاب البطولات الفلسطينية. فبرافو، مليون برافو ومبروك، ومليون مبروك لشباب السموع على ما قدموا وعلى ما فعلوا على ما أدوا على ما وصلوا إليه حاليا. وبالمقابل لا شك بلاطة بعد المرارة الكبيرة والخسارات المتكررة في اللقاءات النهائية كان بيستحق جائزة كهذه. اليوم صراحة مش عارف يعني مفروض نقول مبروك لمين ونهني مين، لأنه الفريقين صراحة قراب جدا من القلب، والاثنين نفس المعزة، والاثنين كمان نتشرف فيهم كواحد كاثنين من أعظم اللي هي الفرق الفلسطينية. فمبروك للاثنين، مبروك لبلاطة اللقب، مبروك للسموع انه تواجد اصلا اليوم في المباراه النهائيه، وهذا دليل على انه الفريق عماله بيمشي خطوات سريعه للغايه في تنافسه على الالقاب الرسميه اللي هي الفلسطينيه، وان شاء الله قادر في السنين القادمه على تعويض خساره اليوم واخفاق اليوم ووصافه هذه المباراه. وكما فعلت بلاطه وعادت من بعيد بعد وصافه بطوله الشهيد ابو عمار قبل اربع مواسم الان وتوجت باللقب حاليا، والسموع برضه قادر على تكرار نفس الشيء. هذا كريم حكام اللقاء يعطيهم الف عافيه طبعا، مع سماحي او معاذ سماحه نعم، وفاروق عاصي، وكمان الكابتن اشرف ابو زبيدي ومحمد موسى حكام اللقاء الاربعه. قدموا اعتقد مباراه طيبه، وتخيل انه مباراه نهائيه اليوم، مباراه نهائيه ولم نشاهد اي بطاقه ملونه طوال احداث هذه المباراه، ولا بطاقه صفراء اعتقد، ولا حتى يعني حمراء دون شك، وحالات يعني في معظمها كانت صحيحه، ما يعني ما شفنا والله هدف ألقي بتاع تسلل هو مش تسلل او العكس او 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 ركله حره او بنالتي مش صحيح او غيره. لا، مباراه بقرارات تحكيميه صائبه وجميله، ومعاذ ما شاء الله برافو الصراحه على ادائك، لانه من الحكام اللي لسه يعني من سنتين تقريبا يتم الاعتماد عليه بصفه اساسيه كحكم ساحه او حتى السنه هاي الحاليه، ومعه كمان كباتن مميزين بيساعدوا اللي هم فاروق عاصي بالخبره الكبيره والاداء الجميل، اشرف زبيدي يعطيك الف عافيه برضه بدعت اليوم واديت يعني اداء جميل، محمد موسى برضه ما شاء الله بتواجده الجميل برضه على الخط الجانبي. ولازم دائما كل الحكام يعني لما يتالقوا لازم يكونوا متالقين كمان من حاسبهم 2017 نادي شباب صعود نادي شباب السموع للتتويج بكأس المرتبة الثانية، كأس المرتبة الثانية إذا لفريق شباب السموع. يعطيكم الف عافية، مبروك 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 لشباب السموع. أنا حابب أسمع تصفيقات حتى يعني من هم المحايدين أو جمهور بلاطة، لأنه فريق هذا يستحق اليوم، فريق شباب السموع يستحق. يعطيكم نعم الف عافية ومبروك على وصافة البطولة لشباب السموع. فاهمين تماما بأن شباب السموع كان يأمل بالتتويج بالبطولة وكان الأقرب لها أصلا، وكان قاب قوسين أودى من رفع كأس البطولة الغالية، ولكن دقيقة كانت فارقة سجل معها أمير قطاوي التعادل
لفريق بلاط، ثم الركلات الترجيحية ابتسمت للفريق الأحمر وأدار ظهرها للفريق الأبيض. مش لازم تكونوا زعلانين، ويعطيكم ألف عافية ومبروك يا سمو، والله فريق جميل إن شاء الله، يعني حتى في الموسم الحالي بيعدل أموره في بطولة الدوري. نشاهد برضو سمو مختلف وسمو أفضل في اللي هي الأيام القادمة. نشاهد رامي مسالمة، طبعا تكريم اللاعبين والشخصيات الرسمية الاعتبارية، على رأسها سيادة اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس المجلس الأعلى برضو للشباب والرياضة، ولكل مجتهد نصيب لا شك، لكل مجتهد نصيب. ف يعطيك العافية لاعبي أسمو. الآن المرتبة الثانية سيرفعها اللاعب أحمد كشكش. أحمد كشكش إذن سيرفع كأس المرتبة الثانية، مبروك إذن للسمو على التتويج بوصافة بطولة كأس الشهيد أبو عمار. وصافة إذن بطولة كأس الشهيد أبو عمار لفريق شباب السمو. رامي مسالمة كشكش وحاجنا كل اللاعبين أبو كرش والسوري وكمان جوهر الشخص بدأت اليوم. وهون براطة، وهون براطة أخيرا بعد غياب كما قلنا، أخيرا براطة يصعد لمنصات التتويج وسيرفع بعد لحظات كأس المرتبة الأولى، بطولة غالية لبلاطة لأنها البطولة الثانية فقط رسميا في تاريخ الفريق، ولأن البطولة الأولى في العصر الحديث للكرة الفلسطينية، ولأنها لأول مرة تأتي بعد غياب 21 عام. لذا بلاطة يصعد بمنصات التتويج بطلا يعني مزهوا بلقب هذه البطولة، وسعيدا للغاية بأن توج بلقب بطولة الشهيد أبو عمار، بطولة المرحوم دائما ياسر عرفات. الميداليات الذهبية إذن للاعبي بلاطة حاليا، وهون جمهور بلاطة لا شك منظر ومشهد جميل لجماهير بلاطة العاشقة، كانوا بيحكوا امبارح وأول امبارح ويعني بيهتفوا على أنغام أغنية احلم معايا، احلم معايا ببكرة جاي، واليوم يعني صار هو البكرة اللي كان بيحلم فيها جمهور بلاطة ولاعبي بلاطة وأسرة بلاطة بالعموم. سيضحك لا شك المخيم كثيرا في هذه الأمسية، ولن ينام إلا على الأهازيج والأغاني وصيحات الفرح مقابل كل اللحظات الحزينة التي عاشها مخيم بلاطة. كرة القدم في فلسطين لا شك فارقة عن كرة القدم في بلاد أخرى وأماكن أخرى، وفارقة جدا أيضا. لذا اليوم مخيم بأكمله سيبتسم، مخيم بأكمله سيسعد بهذا الإنجاز، محرومين كثر برضو يعني سيبتسموا أخيرا بعد كل لحظات التعب، والصغار والرجال والشباب والأبناء والمقاتلين سيرفعوا كأس البطولة، بطولة الغالي دائما الشهيد أبو عمار ترفع نعم للجدعان. وسيمع أو اللاعب بهاء البدرساوي قائد نادي مركز شباب بلاطة يرفع بطولة كأس الشهيد أبو عمار، واليوم العاشر من نوفمبر من العام 2017 لا شك سيسجل على أنه